النشيد الوطني لجمهورية مصر برعي الوطنية يتبعه النشيد الوطني للاتحاد الأفريقي. أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، طاب صباحكم جميعا. يشرفني شرفا عظيما أن أرحب بكم اليوم إلى الافتتاح الرسمي لكل من النسخة 7 من أسبوع غرب المياه والنسخة 9 من أسبوع أفريقيا للمياه، وذلك تحت رعاية كريمة من سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نود أن نرحب ترحيبا حارا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية. إن حضوركم اليوم يؤكد على التزام مصر الراسخ بالتعامل مع التحديات المتعلقة بأمن المياه والتنمية المستدامة. نحن ممتنون لرياداتكم وسوف نواصل دعم هذه المبادرات. لأول مرة هذان الحدثان يتزامنان، مشكلان منصة لجمع المنظور العالمي والإقليمي والمحلي حول قضايا المياه، ومن خلال
لذلك نتطلع إلى أن نعزز حوارا بناء ونتبادل المعارف، وفي نهاية المطاف نعزز الشراكات من أجل أن نعالج تحديات المياه العالمية. يشرفنا أن نقدم لكم كلمة مسجلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. تحت قيادته قد حققت مصر خطوات واسعة فيما يتعلق بتأمين المياه وتأمين تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في المنطقة وداخل البلاد. نرحب بكلمة فخامة الرئيس، كلمته المسجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، السادة السفراء، السادة ممثلي الوفود والمنظمات، السيدات والسادة، يسرني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة تحت شعار المياه والمناخ، بناء مجتمعات قادرة على الصمود. هذا الحدث السنوي الذي أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية. لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم. نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائي ونظرة المياه لأسباب عوامل طبيعية وبشرية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور وإجراء الدراسات اللازمة وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان وعدم الإضرار. وتزامن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي بما يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري. السيدات والسادة، تضع مصر المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديداً قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%. ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً وجهوداً دبلوماسية وتعاوناً مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وفي ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية. تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه، كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجدداً هذا الالتزام، حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. علاوة على ذلك، تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل المواني وبناء سدود حصاد الأمطار. وفي هذا السياق فإنني أدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية
ونشر السلام في القارة الإفريقية. السيدات والسادة، إن المياه هي سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية. ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع من مصر، هبة نهر النيل العظيم، بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض، وبضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية. وختاما أود أن أجدد الشكر لكم وأن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، كما أعرب عن تطلعي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه، في الخروج بتوصيات قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدما بما يدعم تطلعاتنا التنموية ويحقق رخاء العالم واستقراره. وفقكم الله وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس الوزراء الأفريقي المعني بالمياه للمرة اليوم، مصر للمرة الثانية هي صاحبة رئاسة هذا المجلس. والآن معنا بعد الملاحظات الافتتاحية من السيد رشيد بافازيرا، وهو السكرتير التنفيذي لمجلس الوزراء الأفريقي للمياه أمكاو. The Right Honourable President. سعادة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، سعادة وزير الري، أصحاب السعادة، السادة الوزراء، وزراء المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية، والحاضرون معنا، أصحاب السعادة المعنيين بمفاوضات الزراعة والمياه في الاتحاد الأفريقي، والسادة من بنك التنمية الأفريقي، ورئيس مجلس المياه العربي، وسعادة المدير العام لمنظمة الفاو الأغذية والزراعة، وسعادة المدير المعني بمديرية البيئة في الاتحاد الأفريقي، الممثلون من الدول الأعضاء، شركائنا في مجال التنمية، أعضاء الصحافة، السيدات والسادة، يشرفني أن أتحدث إليكم في هذا الافتتاح لأسبوع القاهرة المياه السابع وأسبوع إفريقيا المياه التاسع. إن أسبوع أفريقيا للمياه يعتبر مبادرة كبرى من جانب المجلس الوزاري المعني بالمياه، وسوف يحوي الكثير من تشارك المعارف والمعلومات والخبرات حول إدارة المياه، بالإضافة إلى توريد المياه وخدمات الصرف الصحي في القارة الإفريقية. فمن خلالكم رئيس الأمكاو، نود أن نعرب عن امتناننا إلى مصر شعبا وحكومة، وذلك لجمعنا هنا اليوم من أجل أن نتناقش حول هذه القضايا المهمة على مدار الأسبوع. نيابة عن مجتمع المياه في أفريقيا، اسمحوا لي أن أعرب لكم عن بالغ الامتنان إليكم، ولا سيما سعادة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بتشريفي هذا الافتتاح بحضوركم. اليوم نجتمع هنا اليوم متحدين، يجمع بيننا هدف واحد، وهو مجابهة التحديات التي تواجه القارة من أجل أن نضمن جودة لإدارة موارد المياه وتوفير ما يكفي من خدمات الإصحاح وتوريد المياه. إن إفريقيا التي نتطلع إليها تفرض علينا أن نحدد ما نود أن نحققه بحلول 2025، وهذا يتطلب منا أن نشرك الجميع في نقاشات بناءة من شأنها أن تحدد ما هو مهم لأن نحققه في المستقبل من أجل أجندة المياه والصرف الصحي. هذا المؤتمر وأسبوع القاهرة للمياه يشكل منصة لتشارك المعارف وفضل الممارسات والحلول المبتكرة، بينما نعمل على تأمين مستقبل مستدام وصحي للجميع. دعونا ننطلق في هذه الرحلة التي سوف تحدث تحولا، ونعزز التعاون فيما بيننا من أجل أن نحقق النمو الاقتصادي. هذه العوامل هي ما فرضت علينا مؤسسة هذا الأسبوع، أسبوع أفريقيا المياه،
المياه والذي يخص حياة الملايين من الأشخاص الإفريقيين. هذا العام 2024 هو العام الأخير قبل آخر محطة لرؤية إفريقيا 2063، ومن ثم فإن موضوع هو وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة 2063. هذا هو الشعار. هذا يعني منذ سنة 2000 منذ اعتمدت هذه الأجندة كنا في دأب من أجل تحقيق هذه الرؤية، لكن يجب أن نحدد الجهود، وهذا يعكس كيفية تعاملنا مع التحديات الماثلة. هذا يفرض علينا اختيار ما علينا أن نحققه من أجل أن ننتقل نحو تحقيق رؤية إفريقيا. يجب أن نتفكر أيضا في التحديات الناشئة، تغيرات المناخ، التكيف مع تغيرات المناخ والمياه بوصفها متغيرا هاما في هذه المعادلة. يتطلب منا أن نعطي أولوية لاستثماراتنا في المستقبل. إن مراجعة أداءنا حتى هذه اللحظة مهم. لقد جابهنا تحديات كثيرة فرضت علينا أن نرقى إلى مستوى هذه التحديات لكي نفكر في الرؤية المستقبلية للمياه في إفريقيا وما يتعين علينا، حيث يجب علينا أن نوفر إطارا للوفاء بوعدنا لوضع المياه والصرف الصحي في قلب أجندة إفريقيا 2063. هذا يتطلب منا أن نعتمد نهجا جديدة من أجل تحقيق هذه الرؤية. اعتذاراتي. إن ترسيخ مبادئ توفير المياه سوف يساعدنا على تحقيق توفير خدمات المياه والصرف الصحي، وهذا جزء جوهري من أجندة القارة. جزء من ذلك هو الاستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى وضع سياسات فاعلة والسماح بإتاحة ما يكفي من موارد المياه. شركاء التنمية سوف يواصلون دعمهم بتقديم الدعم الفني وتوفير ما يلزم من موارد مالية. دعوني أدعوكم جميعا لأن تأخذوا في الاعتبار أنه بالإضافة إلى الحديث علينا أن نتبع القول بالفعل. يجب أن ننفذ ما نفعله من أجل أن نجلب التغير الإيجابي الذي نتطلع إليه. في الختام دعونا نبدأ هذا المؤتمر بحس من الالتزام والإخلاص نحو هدفنا بتحقيق أو بالبلوغ إفريقيا التي نتطلع إليها، وأن ندعم بعضنا بعضا وأن نتعاون سويا من أجل أن نخرج بحلول مبتكرة لتحقيق أهدافنا المشتركة. شكرا جزيلا. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to direct your attention. نطلب منكم الانتباه إلى الشاشة لعرض الفيديوهات الخاصة بالافتتاح الرسمي لأسبوع القاهرة للمياه وأسبوع أفريقيا للمياه. Ready to embrace new possibilities here, where the past meets the future, we come together to address one of the most pressing challenges of our time. From October 13th to 17th, the world will gather to discuss the challenges that define our future. Welcome to Cairo Water Week 2024, Water and Climate, Building Resilient Communities. This year, Cairo Water Week joins forces with the 9th Africa Water Week, creating a powerful synergy that will drive impactful solutions across the continent. By engaging in panel discussions, workshops, interactive sessions, and a remarkable exhibition, we will delve into innovative strategies to protect water resources for future generations. As our climate changes, the way we manage our water must evolve too.
Together, we will create a future where communities are not just prepared, but also empowered, from global experts to local voices. Cairo Water Week 2024 is where ideas meet action. Join us this October as we take a stand for our water, our climate, and our communities. Cairo Water Week 2024, Water and Climate, Building Resilient Communities. Be a part of the change. If there is magic on this planet, it's contained in water. Water, the lifeblood of our continent, the foundation of life, health, and prosperity. For over a decade, Africa Water Week brings us together to confront the most pressing challenges facing Africa's water resources. It has remained a shared responsibility. With bold ideas and impactful solutions, governments, institutions, water professionals, and development partners have made significant strides to end the water crisis in Africa. Africa Water Week isn't just starting today. It stands on years of commitment and progress. In March 2008, history was made in Tunisia. 500 participants from across the African continent and beyond gathered to confront one of Africa's most pressing challenges, water security. That event was the first edition of the Africa Water Week. It marked a turning point for Africa's efforts to ensure water sustainability and socio-economic development. The event convened under the theme, Accelerating Water Security for the Socio-Economic Development of Africa. Africa Water Week 1 brought together ministers, experts, and other stakeholders with a shared commitment to address the vital role that water plays in Africa's development. As we reflect on this journey that began in Tunis, from policy frameworks and financial strategies to the institutional mechanisms needed to tackle water security, Africa Water Week has become a center point for collaboration and action among water stakeholders. With each conference edition, the Africa Water Week story continues to evolve. May 2012, Cairo. Egypt hosted the fourth Africa Water Week. It was a critical moment, AMCAO's 10th anniversary. The theme was Water for Growth in Africa, AMCAO's journey at 10. This edition further solidified the link between water management and Africa's economic development. May 2014, the fifth Africa Water Week held in Dakar, Senegal, theme, placing water at the heart of the post-2015 development agenda. This was envisaging the end of the Millennium Development Goals and a recognition of water and sanitation in the subsequent United Nations Development Goals. In January of 2015, the 24th session of the African Union Assembly of Heads of State and Government adopted Agenda 2063 in Addis Ababa, embodying the aspirations of the African people in a collective ambition thus, the Africa we want in 2063. In September of the same year, world leaders at an historic UN summit adopted the 17 goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The fifth Africa Water Week's thematic objective was achieved with the SDG 6 on water and sanitation, with the agenda officially coming into force on the 1st of January 2016. Sixth Africa Water Week, July 2016, Dar es Salaam, Republic of Tanzania. In recognition of the 17 SDGs, the conference was themed Achieving the Sustainable Development Goals on Water Security and Sanitation. In October or November 2018, all roads led to Libreville, Estuaire, Gabon. We set our sails toward achieving water security and safely managed sanitation for Africa. The 8th Africa Water Week met the historical COVID-19 pandemic in 2022. The event was jointly organized with the 6th Africa Sanitation and Hygiene Conference as Africa Water and Sanitation Week. However, Africa remained active. Over 3,000 committed stakeholders joined the week-long virtual event hosted by the Republic of Namibia. The theme was Water Security,
and sanitation for Africa's socio-economic development. Every edition of the Water Week addressed key milestones toward achieving Africa's water vision for equitable and sustainable use of water for social and economic development. Each of these conferences contributed to the momentum injected into shaping Africa's water agenda. Today, we gather again in Cairo, Egypt, for the 9th edition of the Africa Water Week, jointly organized with the 7th Cairo Water Week. The theme of this year's edition is Placing Water and Sanitation at the Heart of Achieving Agenda 2063, The Africa We Want. This whole journey so far has been marked by collaboration, innovation, and a deep commitment to ensuring that Africa's water resources drive sustainable development and resilience in the face of climate change. Knowing that the journey is not over yet, as we look ahead, we seize this opportunity to reflect on our achievements, the unfinished business, the lessons learned, and emerging issues to consider in the future. The outcomes of the 9th Africa Water Week discussions will constitute the baseline for an African water vision and policy framework for assuring inclusive and climate-resilient water security of the continent. Welcome to the 9th Africa Water Week. والآن نستمع إلى السيد عبد الحكيم الوعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكان دعمه في استدامة العمل المائي عملا أساسيا وجودا أساسيا في دعم الاستدامة في المنطقة. دكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، رؤساء الوفود والمنظمات، السادة الحضور، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، واسمحوا لي أن ألقي كلمتي نيابة عن مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو دكتور تشو دونغ يو باللغة الإنجليزية. Your Excellencies, distinguished guests, معالي السادة الحضور الكرام، الضيوف الأعزاء والزملاء الكرام، gives me a great pleasure. أتشرف شرفا كبيرا أن أكون معكم اليوم بينما نجتمع لافتتاح حدثين هامين: أسبوع القاهرة للمياه السابع، وكذلك أسبوع أفريقيا للمياه التاسع. إن عقد الحدثين بشكل متزامن يعكس الأهمية الملحة لعلاج تحديات أمن المياه والتغير المناخي. هذا العام نجتمع سوياً بشكل يتصادف مع الاحتفال باليوم العالمي للغذاء العام 2024، والذي سنحتفل به في 16 من تشرين الأول أكتوبر، وهو يعكس الصلة الرئيسية بين المياه والغذاء. بينما نعالج المياه والتغير المناخي اليوم، فإننا نمهد الطريق للمزيد من الصمود في النظم الغذائية وكذلك السعي لمستقبل أكثر استدامة. نعلم جميعا أن المحرك الأساسي لسوء التغذية وسوء وانعدام الأمن الغذائي في منطقتنا ناجم عن تحديات متعددة، كله يندرج تحت تباطؤ النمو الاقتصادي والأحداث المناخية القاسية، وكذلك عدم القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء، بالإضافة إلى أوجه عدم المساواة المتنامية. علاج هذه التحديات هو أمر أساسي من أجل أن نتبنى مستقبل أكثر استدامة للأمن المائي والغذائي. نقف هنا في لحظة حرجة في منطقتنا، حيث التحديات غير مسبوقة في تعقيدها وفي نطاقها. منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات جمة، مثلا 8 بلدان عربية من ضمن 10 بلدان في العالم تواجه إجهاد مائي. نصيب الفرد من الموارد المائية المشتركة أقل من 500 متر مكعب بشكل سنوي في 13 بلد عربي، و
في الباقي يقل عن 100 متر مكعب. مستويات الإجهاد المائي في الأرض في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مثيرة للقلق من الإفراط في استغلال الأحواض المائية الأرضية وكذلك المياه الجوفية، وبشكل يستدعي التنسيق في السياسات وتكامل إدارة المياه وأن يكون استخدام المياه مستدام في المنطقة بأكملها. هذه التحديات ستؤثر في الأمن الغذائي بشكل سلبي في بعض بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى وكذلك البلدان الأفريقية بشكل عام، بشكل سيضيف من صعوبة الأزمة الغذائية في العالم. المئات الملايين من الأشخاص يعانون من نقص المياه بشكل حاد في 59 دولة وإقليم. 4 من كل 5 بلدان من أصحاب العدد الأكبر في السكان يعانون من نقص الأمن الغذائي، بما في ذلك الكونغو، نيجيريا والسودان وإثيوبيا، كلها من القارة الأفريقية. وبغرض علاج عدم استقرار الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، فإننا بحاجة لتعظيم التكامل في النظم الغذائية وأيضا تعظيم نظم الإنذار المبكر وإدارة النظم الغذائية وكذلك نظم ري ذكي وزراعة ذكية مناخيا واستدامة الموارد المائية. سأنهي كلمتي اليوم برسالة هامة، حيث أننا مستمرون في الاحتفاء بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإدارة المياه واستدامة الموارد المائية وحسن إدارتها، خاصة ما يتعلق بتحسين وتحديث نظم الري في المحاصيل عالية الاستخدام للمياه، حيث أظهرت مصر مثالا وقدوة نتعلم منها جميعا في إعادة استخدام المياه. وأخيراً من المهم أن نتذكر جميعاً أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب عملاً جماعياً قائم على العلم وتناغم السياسات والالتزامات المشتركة تجاه تنفيذ الاستدامة، وبالعمل سوياً في كافة القطاعات وفي كافة المناطق والأقاليم سنتملك المعرفة والأدوات والقدرات من أجل أن نقود التحول والتغير تجاه القدرة على الصمود. سوياً سنبني مستقبل بلد يتمتع فيه الجميع بالحقوق الأساسية، حقوق الحصول على المياه والغذاء والسلام. وشكرا لكم. Now it's my honor to introduce بتقديم السيد ميتشارا تشيوا القائم بأعمال قسم الإصحاح وتطور المياه بالنيابة عن السيد أديسينا رئيس بنك مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. تفضل. Thank you very much. شكرا جزيلا. The Right Honorable, معالي السادة الضيوف أو دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية دكتور مصطفى مدبولة، معالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بمصر ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، معالي السادة الحضور الكرام من الدول الأفريقية، دكتور رشيد بزيرة السكرتير التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة، سيد المدير العام للبيئة بالاتحاد الأوروبي، والسيد عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، السيد جوزيف لينورا رئيسة قسم البيئة المستدامة بالاتحاد الأفريقي، والسيد المحترم رئيس مجلس المياه العالمي، والسادة رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية الحاضرون معنا، والسادة شركاء التنمية، الضيوف الكرام، السيدات والسادة مع حفظ الألقاب كافة.
صباح الخير. بالنيابة عن السيد أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي، أود أن أعبر عن عميق امتناني لحكومة جمهورية مصر العربية وكذلك مجلس الوزراء الأفريقي المعني بالمياه لدعوتنا لحضور الجلسة الافتتاحية لهذا التجمع الهام والمتميز، أسبوع أفريقيا للمياه التاسع وأسبوع القاهرة للمياه السابع، لحظة هامة كي نضع الاستراتيجيات بشأن مساهمتنا في قطاع المياه وكيف يعزز هذا من تنفيذ الأجندة الخاصة ببناء القدرة على الصمود. مرت 16 عاما بعد عقد الجلسة الاعتيادية لجمعية الاتحاد الأفريقي 11 هنا في شرم الشيخ، والتي أدت إلى اعتماد رؤية أفريقيا للمياه ل 2025. حان الوقت الآن لنجتمع للبناء على التقدم الذي أحرزناه وأن نحدد النهج ونسارع من تنفيذ أهداف أجندة المياه في أفريقيا، بينما نشاهد سويا الأثار السلبية للتحديات المتنامية في أفريقيا والمخاطر التي تأتي بها للمجتمعات المحلية في كافة أرجاء القارة. معالي السيد رئيس الوزراء، الوزراء المحترمون، السيدات والسادة، أثني على حكومة جمهورية مصر العربية وشركائها في وضع العنوان السليم لهذا الأسبوع، حيث أن التحدي الأساسي أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو التغير المناخي والذي يصيب الاقتصادات بالجفاف والفيضانات ويدمر الاقتصادات بخسارة تتجاوز 180 مليار دولار كل عام. نخسر أكثر من 180 مليار دولار كل عام بسبب التغير المناخي. أفريقيا تحتاج إلى 277 مليار كل عام كي تعالج فقط أثار التغير المناخي. لقد تمكننا في بنك التنمية الأفريقي من أن نحشد بعض الموارد لعلاج هذا التحدي، حوالي 4 مليارات دولار لتمويل الشركات مع صناديق متعددة الأطراف المعنية بالمناخ مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي، كما قمنا بحشد بعض التمويل المشترك بشكل ثنائي مع بعض البلدان بما في ذلك صندوق كندا أفريقيا للمناخ CSEF، حيث نحاول بالتزامن مع محاولات تصحيح الهيكل المالي العالمي فإن أفريقيا تحاول أن تفتح نافذة تحت بنك التنمية الأفريقي لإعادة الملء بشكل يساعد البلدان على أن تحصل على تمويل مناخي بشكل سريع. لفترة 16 عاما الآن كان بنك التنمية الأفريقي في طليعة العاملين مع البلدان الأفريقية لتعزيز الأمن المائي في أفريقيا وللتحقق من أنه لن يترك أحد متخلف عن الركب، ولذا أنشأنا مبادرة الاستثمار في الإصحاح الحضري واستثمرنا 7 مليارات دولار في الإصحاح والمياه في أفريقيا، وبالتماشي مع سياسات البنك المعنية بالمياه وكذلك الاستراتيجية التي تركز على توفير منصات لمساعدة البلدان على تحسين أمنها المائي والاستفادة من الفرص القائمة في الموارد المائية المتاحة، استثمرنا 7.3 مليارات في العامين المنصرمين. بينما أتحدث هنا فإن محفظتنا تقف عند 4.4 مليار دولار تعمل بالفعل أو في قيد التشغيل، ونعي تماما أنه أمامنا المزيد لنقوم به وأننا بحاجة للاستثمار بشكل أكبر في القطاع من أجل أن نحقق سويا الأهداف التي نسعى إليها. وكنتيجة لذلك فإن البنك بدأ بمراجعة استراتيجياته من أجل أن نشحذ التركيز الخاص بنا والدعم الذي نقدمه لما بعد 2025 ورؤية أفريقيا للمياه، وبفعل هذا فإننا نحشد المزيد من الموارد لعلاج التحديات المناخية وآثارها وكذلك نحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص لهذا الغرض. اسمحوا لي سادة الحضور الكرام، اسمح لي سيادة رئيس الوزراء أن أتوقف هنا وألقي بالضوء على
الإنجازات الرائعة التي قام بها مرفق أفريقيا للمياه لمسارعة جمع الاستثمارات في قطاع المياه في أفريقيا. حتى اليوم استثمر المرفق في 138 عملية في أكثر من 40 دولة أفريقية، وحشد 2.2 مليار في استثمارات المنبع، أثر في أكثر من 60 مليون شخص في أفريقيا. السيد الوزير المحترم من ناميبيا يؤكد على أن مرفق المياه الأفريقي سيستمر في التكيف والمرونة لتحقيق أجندة أفريقيا التي نطمح إليها لعام 2063. وفي النهاية اسمحوا لي أن أدعو كل الحاضرين لبعض الفعاليات التي سنقوم باستضافتها هنا بالشراكة مع أهم شركاء التنمية الموجودين معنا. أنا وفريقي متاحين للتفاعل مع حضراتكم خلال أسبوع المياه، وأتمنى لكم جميعا أسبوعا مثمرا ومنتجا. شكرا لكم. شكرا جزيلا سيد تشيروا، وانه لشرف ان اقدم لكم المتحدث التالي الذي يعمل دائما بدعم للسياسات المائيه وبخلال التعاون والتنسيق الدولي من اجل ايجاد حلول اداره المياه، السيد لوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه. معالي دولة رئيس الوزراء المصري، معالي وزير الوزير هاني سويلم، وصديقي العزيز سعادة الوزراء والسفراء، أصدقائي الأعزاء، أصدقاء المياه، بالنيابة عن مجلس المياه العالمي أود أن أشكركم على وأشكر الحكومة المصرية لدعوتي للمشاركة في أسبوع القاهرة 7 للمياه والتاسع للأفريقي. إنه شرف لي أن أكون هنا، وتقع مصر في قلب ملتقى القارات آسيا وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا الموقع الجيوستراتيجي الخاص بها يمنحها حقوقا وواجبات. مصر أمة عظيمة في مجال المياه، فقد استطاعت على مر القرون ومنذ العصور القديمة تمكنت من أن تقوم من أن تتحكم في غضب المياه. ونحن لا ننسى أن في النهاية المجلس العالمي بالمياه قد أنشئ بسبب مبادرة من القادة المصريين. وهذا العام السيد الوزير سويلم، وبصفتكم رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة، أن تسلطوا الضوء على إفريقيا، وهذه مبادرة حكيمة للغاية نظرا للتحديات المائية والسياسية التي تواجه القارة الإفريقية والتي تشكل ضرورة أساسية للبقاء على قيد الحياة. زملائي الأعزاء، السيدات والسادة، لقد ذكرنا موسم الربيع والصيف الماضيين بحقائق قاسية، التوترات، الأزمات والصراعات وحتى الحروب التي حدثت، ولكن أيضا الاضطرابات المناخية والكوارث التي لها عواقب كارثية على البشر وعلى الطبيعة من حولنا. نعم، التعامل في هذا القرن وهذا العصر يعني أننا نتعامل ما بين الحرب والسلام، التضخم وكبح هذا التضخم، وما بين الفقر والازدهار، والموارد الطبيعية هي أفضل الأمثلة على ذلك. المياه هي ما يحفظنا وهي تجمعنا معا، ولكن المياه الآن الماء يتعرض للهجوم،
نعم يتعرض للهجوم، ومسؤوليتنا هي الدفاع عن الماء وحماية الماء والحفاظ عليه أيضا والاستفادة منه على أفضل نحو. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض التطورات المهمة المتعلقة بمستقبل المياه. قناعتي الأولى التي سأتحدث عنها تتعلق بتغيير المناخ، ولكن أنا أطلق عليه كلمة الانحرافات المناخية. ولم يمضي وقت طويل قبل أن نفكر ونتصور أن العالم منقسما إلى كنا نعتقد أنه منقسم إلى مناطق قاحلة ومناطق خصبة ورطبة، ولكن الأمر استغرق الكثير من السنوات العديدة في مجتمع المياه حتى نتمكن من الإدراك والاقتناع والاعتراف بأن الجفاف أيضا هو شكل من أشكال الكوارث المرتبطة بالمياه. وشهدت الأحداث المتعلقة بالطقس الأخيرة وخاصة في هذه المنطقة في الشرق الأوسط، لقد رأينا الكثير من تناوب درجات الحرارة المرتفعة، غياب الأمطار لمدة العام بأكمله، والعواصف والأمطار الغزيرة التي دمرت مناطق ريفية وأغرقت مراكز مدن كبرى مثل مسقط في عمان ودبي في الإمارات المتحدة وجدة في المملكة السعودية. ونفس الظواهر نفسها كانت موجودة في المغرب ومالي والصومال والكثير من الدول الأخرى، وكل هذا يتفاقم بسبب الفوضى الحضرية، الهجرة الريفية، التركيزات في المناطق الساحلية، والسياحة الخارجة عن السيطرة، والتلوث الكارثي للأنهار والمحيطات. والاستنتاج الواضح من هنا هو أن الجفاف والفيضانات يمثلان الآن نفس المعركة من أجل تأمين الموارد المائية من حيث الجودة والكمية. ويمكننا أن نزعم اليوم أن الجفاف والفيضانات هي نفس المعركة ذاتها. أما قناعتي الثانية التي سأتحدث عنها هي تتجاوز مسألة المناخ، ولكن العلاقة ما بين المياه والديموغرافيا والنمو السكاني العالمي سوف يظل قويا حتى نهاية القرن الحالي. وهناك أمر واحد مؤكد سيدات والسادة، سيكون من الضروري استخدام كميات إضافية من المياه، ولا يمكن الاستغناء عنها حتى يمكن البقاء على البشرية. ولنأخذ القاهرة الكبرى كمثال، فوفقا لتقارير تعداد السكان العالمية ومصادر أخرى، هناك 13 مليون نسمة في بداية عام 2000، وفي 2023 قد بلغ إلى 22.2 حوالي هذا الرقم. وفي 2035 من المتوقع أن يصبح هذا الرقم 28 إلى 30 مليون. وعلى أساس الاستهلاك المنزلي للمياه بحوالي 600 مليون متر مكعب إلى مليار متر مكعب سنويا للاستخدام المنزلي للمياه فقط. فهل نتخيل أن بنهاية هذا القرن عدد السكان في أفريقيا قد يرتفع من 1 إلى 8 مليار إلى 3.5 أو 4 مليارات؟ هل يمكننا أن نتخيل كميات المياه الهائلة للاستخدام المنزلي والخزانات وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والصناعات؟ الشأن الخاص بالأمن، الأمن المياه الأفريقي هي إحدى التحديات المهمة سيدات والسادة. حتى إذا كنا هذه الأرقام يجب أن نتعامل معها بحذر، فإننا يجب أن نتعلم بعض الدروس المهمة ونقوم بنشرها على الجميع. وكرسالة أولى هنا لي، نحن بحاجة لأن نقوم بخفض استهلاكنا للفرد الواحد بشكل كبير، والتحكم الرقمي والاعتدال
في السلوك ليس فقط ضروريا ولكنه واجب على الجميع، وبدأت مصر في القيام بهذا الأمر منذ عدة سنوات. فيجب علينا أن نوضح وأن نكون شجعان بالكافي ونحظى بالشجاعة لمعرفة حقيقة أن الطلب العالمي على المياه سوف يستمر في النمو بشكل كبير حتى نهاية القرن. أما بالنسبة للرسالة الثانية هي أننا نحتاج بلا شك أن نقوم بنقل المياه لمسافات أكبر، ويجب أن نستغل مواردنا الجوفية بشكل أفضل، وسنقوم أيضا بتحلية المزيد من المياه، وسوف نقوم بإعادة تدوير المياه على نطاق واسع. كل هذه الأمور مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. الرسالة الثالثة لي هي أننا سنتمكن من إدارة احتياطنا الأساسية من المياه بشكل أكثر فعالية من خلال تحويل المفهوم القديم للسدود إلى مفهوم المحميات المائية، وهذا مثال لي فكرة المياه من أجل البشر أو من أجل الإنسان والمياه من أجل الطبيعة، ومثال رائع للحل القائم على الطبيعة ولكن أيضا بأخذ الاحتياطات. رسالتي الرابعة وقناعتي الشخصية هي أن الابتكار المشترك لا يكفي إذا لم نقم بتنفيذ إجراءات مؤسسية جديدة وأنواع أيضا مستحدثة من الإجراءات المالية. إدارة الموارد المائية يجب أن تتم من خلال الحوكمة المقبولة واللامركزية، بحيث تكون قريبة من أرض الواقع على قدر الإمكان، وأيضا أن نقوم بإدارتها من خلال الأحواض، أحواض الأنهار والسلطات المحلية. وبذلك هذا يقودني إلى تأكيد الرسالة الخامسة لي على ضرورة أن نصبح أن نأخذ النهج الخاص بالمياه. المياه هي النمو، المياه هي التنمية، والمياه هي الحياة. وندعو لإقامة التحالف المعروف عنه بتحالف الأصابع الخمسة، وهو نهج متكامل بين المياه والصرف الصحي والوصول إلى الطاقة والأمن الغذائي وحماية الصحة وبالطبع التعليم. أما بالنسبة للرسالة التالية هي بالضرورة سياسية، والرسالة السادسة هي أنه بعد المطالبة بكل هذه الأمور أن نتوقف عن تجاهل المياه وأن نقول الماء والمياه هي سياسة. وأخيرا رسالتي السابعة والأخيرة التي توضح من خلال السياقات السابقة، وهي ضرورة التعاون، وخصوصا التعاون عبر الحدود، وخصوصا في دول الحوض أو دول الأحواض. وأود أن أعبر بكل وضوح عن موقف مجلس المياه العالمي من خلال أن أقول أن دول المنبع والمصب لهما نفس الحقوق ونفس الواجبات، وواجب حماية المياه، وواجب تقاسم المياه، وأيضا إيصال المياه إلى الأشخاص والمواطنين. ولا أحد يملك هذه المياه. المياه هي هبة من السماء، وواجبنا هو إدارتها سلميا، سواء من المنبع أو من المصب، نفس الحقوق ونفس الواجبات. وأكرر هذا الأمر، وأود أن أختم هذه الفرصة اليوم لأضيف بعض الكلمات. المياه لا تستحق منا الحرب. المياه هي عنصر من عناصر السلام، ولابد من احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه في كل مكان وفي كل وقت. وفي أي نزاع مسلح يجب حماية البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي واحترمها، ويجب على جميع الأطراف أن تحترم هذا الالتزام. وغدا وليس ببعيد من الآن سيكون من الضروري أن نقوم بشفاء جروح المياه، وسيكون الوقت قد حان أن نأخذ الخطوات قبل استخدام الأسلحة. ومن خلال الحكومات ودعمكم، مجلس المياه العالمي على استعداد لأن يصبح جزءا من هذه الخطة العظيمة لإعادة بناء وتأمين واستعادة المياه. سيكون هذا واجبنا وفخرنا وهدفنا الأسمى لعالم المياه وكوكبنا العالمي.
شكرا لمصر. شكرا لكم جميعا وأتمنى لكم النجاح لأسبوع المياه أسبوع المياه بالقاهرة أو أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع أفريقيا للمياه أيضا. والآن يشرف لي أن نستمع للدكتورة جيهان الجوزي رئيس قسم البيئة المستدامة بالاتحاد الإفريقي بالنيابة عن السيد زجاف أساكو وهو المفوض للزراعة والبيئة المستدامة وأيضا الاقتصاد الأخضر بالاتحاد الإفريقي. نحن نتطلع للاستماع لبيانها. Thank you very much. شكرا جزيلا. Excellency Dr. Mustafa Madbouly. فخامة دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجمهورية مصر العربية. Excellency President of AMCAO. معالي رئيس أمكاو مجلس الوزراء الأفارقة للمياه ووزير الموارد المائية والري بمصر. السيد وزير الصرف الصحي والمياه بالسنغال. منسق مرفق المياه. مساعد المدير العام من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وأيضا رئيس بنك التنمية الإفريقي ورئيس القسم الخاص بالبيئة بالاتحاد الإفريقي والسيد رشيد السكرتير التنفيذي لمجلس الوزراء الأفارقة للمياه والسيد رئيس المجلس العالمي للمياه. السيدات والسادة الحضور الكريم مع حفظ جميع الألقاب، اسمحوا لي في البداية أن أتحدث عن دعم وأنقل لكم دعم وترحيب السيدة جوزيفا ساكو وهي مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة للاتحاد الإفريقي. وبالنيابة عنها وعن الاتحاد الإفريقي إنه لشرف لي أن أرحب بكم جميعا في أسبوع أفريقيا للمياه التاسع تحت عنوان وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة 2023 أفريقيا التي نود أن نحققها أو نراها. وأود أن أشكر حكومة جمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والري لاستضافتنا هنا. الاتحاد الأفريقي بالطبع يعترف بالدور المهم لجميع الشركاء لدعم أفريقيا حتى تصل إلى أهداف الأجندة 2063، وهذا الدعم الذي نحتاجه في سياق التغيير المناخ الذي نواجهه جميعا بعد الطرق، سواء كنا نتحدث عن الجفاف أو الفيضانات، وبذلك هذا يزعزع المعيشة بإفريقيا وهذا يتضمن أيضا التهديد الأمن الغذائي والأمن المائي. السيدات والسادة، نحن جميعا على علم أن المياه تلعب دورا مهما وضروريا في التنمية الاقتصادية والتجارية بالدول الإفريقية و بالحفاظ على البيئة الطبيعية من حولنا والصمود أمام تغيير المناخ هي من أهم الأمور نحو تنمية الاقتصاد، وهذا يعزز من خلال أجندة أفريقيا 2023 والتي تعتمد على 7 طموحات وخصوصا الطموح الأول من أجل الرخاء في أفريقيا الذي يعتمد على التكامل والشمول أو النمو الشامل والتنمية المستدامة أيضا. وبنفس هذا السياق الاتحاد الإفريقي قد وضع المياه كإحدى أهم المكونات من أجل النمو الاقتصادي الاجتماعي، ونحن نقدر أن كل هذه المواضيع تغطي الكثير من القطاعات المعنية بالمياه والأمور الأساسية والأبعاد الأساسية أيضا، سواء كانت مالية لها علاقة بالبنى التحتية، الحوكمة، المعلومات والنوع الاجتماعي. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن
أن أعرض بعض الملخص لبرنامج الاستثمار الخاص بالاتحاد الإفريقي في المياه. وهذا البرنامج قد بدأ في 2018 من العمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الرفيع، وكان هناك الملف الذي يعرف عنه بالاستثمار في مجال في افريقيا وخصوصا في مجال المياه نحو الوصول الى اهداف التنميه المستدامه رقم 6. ووصول المياه هي من اهم الاهداف ومن احتياجات القاره الافريقيه، وحوالي 30 مليار دولار، وبالإضافة أيضا نحتاج إلى 30 مليار دولار لأن نقوم بحشدها بالعام 2030 حتى نصل إلى الهدف التنمية المستدامة رقم 6 الخاص بالمياه والصرف الصحي. حسنا، وحاليا لدينا 10 إلى 19 مليار دولار في العام الواحد، وهو أقل مما نحتاج إليه أيضا، وحسب توصيات البنك الدولي الاتحاد الإفريقية والحكومات والأعضاء بالاتحاد الإفريقي في 2021 قاموا بتبني برنامج الاستثمار الإفريقي حتى نقوم بغلق الفجوات بالقارة الإفريقية الخاصة بالبنى التحتية والتنمية ويطلق عليها بيدا. وفي 2022 قام الاتحاد الإفريقي بإطلاق المنصة الرفيعة للاستثمار الإفريقي وبه الكثير من قادة الدول بالقارة الأفريقية، وهذه المنصة ستقوم بحشد الالتزامات لأن تقوم بتنفيذ أهداف الـ AIP. وقام قادة الدول والحكومات باعتماد هذا البرنامج حتى يمكن أن نقوم بحشد الاستثمارات وترويج وتعزيز الالتزام وتحديد المناطق والأقاليم الخاصة بالتعامل مع الأمور التي بها تحديات. وفي سبتمبر 2023 الاتحاد الإفريقي ورؤساء الدول أيضا قاموا بالالتزام ببرنامج الاستثمار الإفريقي بشأن تغيير المناخ، وأيضا الاتحاد الإفريقي في 2023 بالمنتدى أو مؤتمر المياه للأمم المتحدة قام الاتحاد الإفريقي بالنظر إلى 3 مسارات مختلفة و9 مصادر للاستثمار، بالإضافة إلى حشد أو الحاجة إلى حشد 30 مليار دولار حتى نتمكن الوصول إلى الأمن الماء والغذاء ب 2023 من خلال 3 مسارات، وهي كالآتي: الوصول إلى الإنفاق المياه واستغلال إنفاق الأموال واستغلال الموارد المالية، وأيضا حشد الاستثمار من حول العالم، وأيضا الاتحاد الإفريقي من خلال هذه المنصة الرفيعة الخاصة ببرنامج المياه وبالعمل عليه في 2023 في المؤتمر الأطراف 28 قامت بتحديد الأولويات للاتحاد الإفريقي وللشركاء لجمع وحشد التمويل حتى نصل إلى 30 مليار دولار ب 2023. وفي سبتمبر 2023 وفي الجلسة 78 للأمم المتحدة المعنية بالمياه حظينا على الدعم بالاتحاد الإفريقي حتى نقوم بغلق فجوات المياه. وأيضا جنوب إفريقيا قامت باستضافة قمة الاستثمار في المياه لرؤساء الحكومات بجمع رؤساء الدول والحكومات للعمل على هذه المنصة الخاصة ببرامج الاستثمار الإفريقية وخصوصا في المياه. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل لجنة عمل أو فرقة عمل للعمل على أيضا
قمة المياه لإفريقيا في 2025، وهذا الأسبوع سيكون هناك لجنة رفيعة المستوى، لجنة وزارية رفيعة المستوى لتتحدث عن البرنامج القمة الخاصة بالاستثمار في 2025 المعنية بإفريقيا والمياه، ونتمنى أن هذه القمة ستستضاف من خلال دولة السنغال وأيضا الإمارات العربية المتحدة، ونحن نثني على عمل الاتحاد الإفريقي في هذه المنصات والقمم رفيعة المستوى والعمل على البرامج أيضا. وفي أغسطس من هذا العام في 2024 وخصوصا في أسبوع المياه بستوكهولم، الاتحاد الإفريقي وصندوق المناخ الأخضر عبر عن الأهمية الحصول على الدعم للاتحاد الإفريقي حتى أن يقوم الاتحاد بالصمود أمام الظروف الخاصة بتغيير المناخ والمياه. وأيضا الاتحاد الإفريقي يعمل لأن يحظى بدعم الدول الأعضاء والدول الأخرى أيضا من أجل برنامج الاستثمار بإفريقيا وأيضا صندوق المناخ الأخضر للاستثمار بهما من خلال الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أيضا من أجل إدارة موارد المياه، وبالعمل مع البنك الدولي على برامج الصمود، وبالإضافة أيضا وبالعمل مع مجلس وزراء الأفارقة للمياه أمكاو سنقوم بوضع رؤية خاصة بالمياه ل 2025. السيدات والسادة، في النهاية أتمنى لكم الكثير من المداولات المثمرة من أجل العمل على المياه والصرف الصحي وخصوصا بالعمل تجاه أجندة العمل 2063. شكرا لكم، شكرا جزيلا. And we are privileged to have with us Dr. Florica Finghuyer, الدكتورة فلوريكا فينغهوير مديرة عام مديرية البيئة من مفاوضات الاتحاد الأوروبي، وكانت في طليعة من يدعونا إلى الاستدامة وجهود الصمود المناخي. دعونا نستمع إلى كلماتها. سعادة دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، سعادة السيد الوزير هاني سويلم، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، طاب صباحكم جميعا. يسرني سرا عظيما أن أكون معكم هنا اليوم لإعادة التأكيد على الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية لا سيما وزارة الري. إن أسبوع القاهرة للمياه قد أضحى منصة حيوية لنا جميعا، ويشرفنا أننا نقف إلى جانبكم كشريك استراتيجي. ويسرني أيضا أن أكون معكم هنا اليوم حيث أشارك في النسخة التاسعة من أسبوع إفريقيا للمياه. بالرغم من كل جهودنا ندرك أننا لسنا على المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، لكن هناك زخم، هناك الكثير من الزخم، ليس فقط ذلك الذي يثمر عنه أسبوع قاهرة المياه أو أسبوع إفريقيا المياه، وإنما هناك زخم لأننا لدينا أيضا مؤتمر المياه والذي أعرب فيه عن 800 التزام، بالإضافة إلى أيضا منتدى المياه العالمي والذي سوف يصادق على المزيد من التعهدات. لدينا أيضا مبعوث المياه وهو مبعوث أممي معني بالمياه السيد مسعودي، يسعدنا رؤية هذا الجهد، كما أن سوف يكون معنا أيضا قمة مياه أخرى سوف تعرض في القمة الأممية المزمعة في الرياض. لكن هذا ليس كافيا، فقط أن نلتزم بالتعهدات وبالوعود، علينا أن نتصرف، علينا أن نحشد الاستثمارات ونحولها إلى خطوات ملموسة، ويجب أن نسارع الجهود. ما من أمة واحدة ممثلة هنا في هذه القاعة
لم تتعرض إلى إجهاد مائي عنيف، سواء فرط مياه أو ندرة مياه أو تلوث مياه أو كل المشكلات الثلاثة معنا. لدينا 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، منها 11 دولة تأثرت بفيضانات عنيفة لم نشهدها من قبل. تقريبا نصف أوروبا تعاني فرط الماء، بينما البرتغال تمر بأسوأ موجة للجفاف. يبدو واضحا أننا علينا أن نغير طريقة تصرفنا، علينا أن نحدث تحولا في الطريقة التي ندير بها المياه ونستهلك بها المياه، بالإضافة إلى الطريقة التي نقيم وننظر بها إلى المياه. ومن ثم الصمود المائي للاتحاد الأوروبي سوف يكون من أهم الموضوعات التي سوف تطرح على أجندة العمل السياسي. الرئيس لافوندلاين قد أعلن في استراتيجية الصمود المائية الأوروبية، أعلن عن ذلك لأننا نود أن نتعامل ليس فقط مع الطريقة التي ندير بها المياه، وإنما الطريقة التي نجابه بها ندرة المياه، بالإضافة إلى المخاطر التي تتهددنا من الفيضانات. يجب أيضا أن نسارع من جهودنا العالمية في هذا الصدد. في الواقع علينا أن نقوم بالتصرف على عدة جبهات فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمياه لهذه الموارد. ندرك أننا دورة هيدرولوجية واحدة في العالم، يجب أن نتحول أيضا من الكم إلى الكيف. اتفقت كثيرا مع ما قيل حول دول المصب ودول المنبع والدول المتشاطئة حول أنهار أو موارد مياه. يجب أيضا أن نتحول من العمل في جزر منعزلة إلى العمل الجماعي، وأن نعزز ذلك الرابطة بين الماء والطاقة والغذاء والأمن. كفاءة المياه وكفاءة استخدام المياه أصبحت أمرا حتميا، علينا أن نتبع نهجا دائريا، ويجب أن نعمل مع وليس ضد الطبيعة، لأن الحلول المستندة إلى الطبيعة هي الحلول التي يجب أن نستثمر فيها استثمارا كبيرا. إذا لم تكن لدينا المياه الخضراء لن نتمكن من التعامل مع تحديات المناخ. كل هذه التدابير مهمة من أجل التحول من الاستجابة إلى الأزمة إلى الاستراتيجية طويلة الأمد، لكن هذه هي الأجندة التي يجب أن نعمل عليها معا. التعاون لا سيما مع مصر يعتبر مثالا حيا على هذا التعاون المطلوب. حينما كنا في قمة المناخ 27 قد وقعنا الإعلان المشترك حول التعاون المائي، واليوم نطلق أيضا مبادرة جديدة من فريق أوروبا للتكامل بين المياه والغذاء والصندوق الأخضر، من أجل أن نفعل ما نص عليه التعاون المشترك مع مصر. يجب أن نجابها معا أيضا تحديات الزراعة وندرة المياه، بالإضافة إلى حماية البيئة وتنمية البيئة الريفية. حينما نتحدث عن التعاون المائي فدائما ما نتطلع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا تعاون وثيق وهو مهم للغاية، وقد خصصنا مفوضا خاصا لهذه المنطقة، منطقة المتوسط، وأيضا الاتحاد من أجل المتوسط يركز على مسائل إدارة المياه ويتعامل مع التحديات الإقليمية. فنحن نتشاطأ حول هذا البحر المتوسط، ولدينا هدف مشترك وهو أن نسيطر على التلوث، علاوة على أن ندير ندرة المياه ونتعامل مع التلوث. عذرا، أتطلع إلى أن نكثف عملنا مع الاتحاد من أجل المتوسط. لدينا كذلك شراكة خضراء قوية ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفي هذا الصدد نعزز صمود توريد مياه الشرب وإعادة استخدام موارد المياه غير التقليدية من أجل برنامج أهداف التنمية المستدامة، وأيضا ننظر في برامج معالجة مياه الصرف الصحي. هذه مجالات أخرى. نحن أيضا
نساعد الأردن في سعيها نحو اعتمادها نهج تأمين المياه، نقدم لهم التوجيهات السياسية والمنظومة المالية اللازمة كي نصحبهم وندعمهم فيما يفعلوا فيما يتعلق باستثمارهم في البنية التحتية المائية، بحيث يعود ذلك بالنفع على البيئة وعلى الصحة العامة. أعتقد أننا إذا ما عملنا معا جميعا نحو الصالح العام، يجب أن نفهم أن الماء والدورة المائية والمياه الخضراء والمياه الزرقاء كلها أمور مترابطة. نتطلع إلى التقرير القادم لمفوض اقتصاديات المياه، سوف ننظر فيه حينما نطلق استراتيجية الصمود المائي الخاصة بنا، ونعتقد أن الماء يعني فرصة، الماء يعني تشاطر الصالح العالمي فيما بيننا. ندرك أننا حينما نعمل معا يمكن أن ندفع تغيرا منهجيا، فنحن بحاجة إلى إحداث تحول. إدارة المياه من شأنها أن تنجح إذا ما عملنا معا. أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أثني على مصر وسعادة السيد الوزير هاني أسويلم لريادة مصر في مجال مجابهة التحديات المائية والمناخية في العالم. إذا ما سرنا في هذه الطريق معا فسوف نصل إلى مستقبل مستدام ومستقبل مشرق أكثر، ونأمل أن يعمه السلام أيضا. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. اسمحوا لي الآن أن أقدم لكم المتحدث التالي، صاحب السعادة معالي السيد الوزير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي السيد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الضيوف الكرام، يشرفني التواجد بينكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه الذي أضحى مع عامه السابع أحد الفعاليات البارزة على أجندة نقاشات المياه الإقليمية والدولية. ولقد بذلت مصر خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وتجلت هذه الجهود بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ COP27، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 بإطلاق مبادرات مؤثرة، ومنها مبادرة التكيف المائي أوير، ومبادرة مبعوث الأمم المتحدة للمياه، وهي المبادرات التي سنسعى للبناء عليها بأعمال مؤتمرات كوب وعلى مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ومن ضمن هذا الجهد الإطلاق المنتظر لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه. إن اهتمام مصر البالغ بموضوعات المياه ضرورة حياة وقضية وجود، وكما استمعتم في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن مصر الدولة كثيفة السكان فرض عليها أن تحيا في صحراء شاسعة إلا من واد ضيق ودلتا حول مصدر حياتها نهر النيل العظيم. ولقد برع الإنسان المصري منذ القدم في إدارة موارده من نهر النيل رغم حالة الندرة المائية الحادة، بأسلوب كفء رشيد يعظم الفوائد ويمنع إيقاع الضرر بأي طرف. السيدات والسادة، يعد أسبوع القاهرة للمياه منصة متخصصة تتقاطع جوانبها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية الدولية، بما يؤكد أننا نتخذ العلم منهاجا في التعامل مع قضايا المياه، ونبحث عن الحلول العلمية القائمة على القواعد وأفضل الممارسات الدولية. وأود هنا التأكيد
على ثلاثة محاور رئيسية تتبناها السياسة الخارجية المصرية بموضوعات المياه. أولاً، الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال لإدارة موارد المياه العذبة الشحيحة على كوكبنا لتحقيق التنمية للجميع، لا سيما وأن أغلب المجاري المائية هي عابرة للحدود، ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل الخالد. ونجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية، وحق دولتي المصب السودان ومصر في الوجود. وقد كانت وما زالت وستظل مصر في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة، وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية بدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية. ثانياً، تتمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية، لا سيما مبادئ التعاون والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، تحقيقاً للاستخدام المنصف والمعقول، وهو ما ننادي به ونسعى لتطبيقه بالحوار المستمر مع الأشقاء بدول حوض النيل لضمان ألا نغذي الانقسامات، وأن نعمل سويا من أجل آلية جامعة وشاملة وليست منقوصة أو مكتزئة للحوكمة المشتركة لنهر النيل العظيم لتحقيق مصالح جميع شعوب هذا النهر. ثالثاً، الرفض الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والإدعاء الباطل بأن طرفاً لديه السيادة على نهر دولي عابر للحدود كنهر النيل. فالمياه هبة من الله عز وجل وليست من أي طرف أياً كان. وأؤكد هنا أن مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على مقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر. ختاماً، إن تزامن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الدورة التاسعة لأسبوع المياه الإفريقي إنما يدفعنا للنظر بعمق لقارتنا العظيمة القارة الإفريقية، واستلهام الحكمة الإفريقية بالبناء على التجارب الناجحة في أحواض أنهار السنغال والزمبيزي وغيرها. وأدعو الخبراء المشاركين في هذا المحفل الهام لتكثيف النقاشات واستخلاص الدروس من تلك التجارب لإرشادنا إلى السبيل الأمثل للإدارة الفعالة للموارد المائية العابرة للحدود، لتكون المياه رباطاً لتعزيز التعاون والسلام والتكامل الإقليمي بدلاً من أن تكون أداة لافتعال الأزمات كما يريد البعض. وشكراً جزيلاً. نتشرف الآن بالاستماع إلى معالي الوزير الشيخ تيديان ديبي وزير المياه والسلف الصحي السنغالي، والذي عمل دون كلل من أجل تحسين إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي في دولة السنغال. تفضل معالي الوزير. Monsieur le Premier ministre de la République
دولة السيد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، السيد وزير الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية ورئيس أمكاو، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية، الضيوف الكرام. موضوع أسبوع مياه القاهرة 2024، المياه والمناخ وبناء المجتمعات المستدامة، وموضوع إفريقيا حول إفريقيا التي نحلم بها، كلها تدخل في نفس الديناميكية لمواجهة التحديات التي تواجهنا قارتنا. وهذا أيضا يؤكد على التزامنا للوصول إلى المياه وإلى الإصحاح بكل أمن، ويؤكد على ضرورة وضع استراتيجيات تجمع الأبعاد الاقتصادية البيئية والاجتماعية والمستدامة للمياه. والتقرير الخاص بمنتدى المياه لإفريقيا يوضح أن عدد كبير من البلاد يعاني من تلوث المياه، ويعاني أيضا من نقص الاستثمار الدائم. إن المياه هي ثروة دولية مشتركة لابد أن نحافظ عليها، ولذلك لابد أن ندعم التعاون على كافة المستويات من المحلي إلى الدولي. لابد من التعاون في مجال المياه والموارد المائية ودعم القدرات المحلية. هذا فقط الذي سيساعدنا على جعل نقاط الضعف رافعة للتقدم والتنمية. السيدات والسادة، نحن بحاجة إلى تحرك سريع من كل الأطراف المشاركة لكي نقوم بتنفيذ الخطوات والإسراع في تنفيذ أجندة المياه، ومن خلال إطلاق مبادرة الأمم المتحدة وتخصيص مبعوث أيضا للأمم المتحدة للمياه، كلها مبادرات هامة من بينها هذا الاجتماع المشترك الذي نحضره اليوم والرئاسة القادمة لمجلس المياه لجنوب أفريقيا، كلها دافعة لتعزيز العمل من أجل المياه. إن الجهود المشتركة على المستويات المحلية والدولية هامة للغاية. وفي سياق هذا العام 2024، قامت الجمعية العامة باعتماد القرار 7927 للإسراع في تنفيذ البند السادس من أهداف التنمية المستدامة، ونحن نود أن نجعل هذا المؤتمر خطوة أساسية من أجل تحقيق إتاحة المياه والإصحاح للجميع. في خلال هذا المؤتمر للمياه 2026 سيكون هناك بعض المناقشات الشاملة المعتمدة على الحوارات الشاملة التي تهدف إلى نقل التوصيات إلى أمور وتتحقق وملموسة. لذا فنحن نود أن نؤكد أيضا على التزامنا مع الأمكاو من خلال هذه المبادرة التي تعد فرصة هامة لحشد كافة الدول حول هدف واحد وفقا لأجندة 2063 التي تهدف إلى تحقيق الرخاء والتكامل لكل الدول. عام 2026 سيكون حاسما لإفريقيا، وعلينا أن نؤكد التزامنا الجماعي من أجل إدارة متكاملة ومشتركة للمياه، ومن خلال وضع المياه في
قلب اهتماماتنا. هذا سيساعدنا على تحقيق 2063 التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق حلم إفريقيا التي نحلم بها. ختاما أود أن أعرب عن امتناني للحكومة المصرية لما تقدمه من التزام في اتجاه المياه والمناخ، وأود أن أشكر أمكاو من خلال مبادراتها المشتركة، وأود أن أشكر السيد هاني سويلم رئيس أمكاو. ونحن نؤكد على أن المياه ستكون دائما عاملا للرخاء لكل الشعوب، وإن هذا سيكون دافعا للتقدم للأجيال الحالية وللأجيال المستقبلية. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم. تشرف شرفا كبيرا بتقديم معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري وكذلك رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو. من خلال منصبيه عمل دكتور هاني سويلم كقائد رئيسي في قلب كافة الخبرات من العالم بأكمله لعلاج تحديات ومشكلات المياه. رحبوا معي بمعالي الوزير. دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء رؤساء الوفود والسادة السفراء ورؤساء المنظمات الدولية، الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه الذي ينعقد تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود. كما يعقد أيضا أسبوع المياه الأفريقي التاسع تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، نحن اليوم نشهد حدثا استثنائيا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه، حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم هنا على أرض النيل قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام. السادة الحضور، يتميز أسبوع القاهرة للمياه هذا العام بمشاركة أكثر من 30 كيانا إقليميا ودوليا، حيث يشتمل الأسبوع على 5 جلسات عامة وعدد 155 جلسة فرعية، كما يشمل الحدث معرض يشارك فيه 25 مؤسسة محلية ودولية. وينعقد أسبوع المياه الأفريقي تحت شعار وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها. السيدات والسادة، تعاني مصر من ندرة مائية، حيث تعتبر من أكثر الدول جفافا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في أعالي نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنويا، ولا يصل منها سوى 3% من هذه الأمطار وهو ما يؤكد أنه لا يوجد ندرة مائية بدول أعالي نهر النيل، وبالتالي لا يوجد مبرر على للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدرا للتعاون بين دول حوض النيل. السادة الحضور، في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الوطني نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات،
كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حالياً لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من أجل الزراعة. وحوكمة إدارة المياه الجوفية والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0. وعلى الصعيد الإقليمي تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود بغرض ضمان تحقيق الإنصاف وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا ورواندا، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها تطهير المجاري من الحشائش المائية، سدود للحماية وحصاد المياه، توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية، التدريب وبناء القدرات. وعلى الصعيد الدولي انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار الوطني التفاعلي الثالث ID3 حول المياه والمناخ، والذي أسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام 2028. وبالإضافة إلى إطلاق مبادرة أوير للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي انضم إليها أكثر من 30 دولة حتى الآن، فقد تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتغير المناخي باكوا، حيث تم بالفعل تدريب 200 متدرب من أفريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن 3000 من الأشقاء الأفارقة خلال 3 سنوات القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الأفريقية والنامية. كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على المستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الإفريقية. السادة الحضور، ختاماً أود أن أؤكد عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، كما أتمنى أن يكون لهذا الحدث الكبير انعكاساته لتحسين قدرة مجتمعاتنا على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. والآن شرف لي أن أقوم بتقديم دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية. دولة الرئيس يلعب دورا مهما لتكوين رؤية مصر من أجل التنمية المستدامة والأمن المائي، فلنرحب بدولته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، معالي السادة السفراء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يحمل شعار
المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود. وإنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا الحدث المهم الذي يتزامن مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، إن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملاً وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود. وغني عن البيان أن ارتباط المياه وتغير المناخ هو ارتباط وثيق، حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتوقعة والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواترا وشدة، فضلا عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه. وتؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022 طبقا لتقارير الأمم المتحدة. كما أظهرت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها ب 38.5 مليار دولار أمريكي. ورغم إن أفريقيا تساهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل أفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه و 35% من الوفيات المرتبطة بها. وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشارا، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة. السيدات والسادة، مع تنامي الحروب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء واحدا من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة للحرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، ومما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني. كما أدت الحرب أيضا إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد. وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية. وفي نفس الوقت
تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة، حيث واجهت مدينة بورت سودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية. وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عالي في المنطقة. وأنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجددا موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب. ولعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والنظرة المائية، فمصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل. وإذا كانت مصر تؤكد دوما دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غد أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى ويحافظ على مصالحهم الحيوية وحقوقهم الأساسية. السيدات والسادة، تواجه الدول المتشاطئة تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود. هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية. إن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصرا أساسيا للحياة والتنمية. لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة. إن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن. وعلى الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلا عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن المائي المصري.
وستظل مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله، حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول حوض النيل، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه في حوض نهر النيل على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض بناء على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات والآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض. السيدات والسادة، في هذا السياق تتضح المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الأثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عام على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الدول على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن مصري. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررا، فإن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الأثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من 1,100,000 شخص سبل عيشهم، مع فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية. وهذا الأمر يمثل تهديدا لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية. السيدات والسادة، في مواجهة هذه التحديات المتزايدة تسعى الدولة المصرية جاهدة من خلال التعاون بين الوزارات المعنية إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفاعلية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، حيث تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل. وختاما، فإن هذه الجهود تؤكد على رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئي على المدى الطويل. تمنياتي لكم بمؤتمر موفق وناجح، ومرة أخرى مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام على أرض مصر الكنانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, with these inspiring words, we have reached the end of the opening session. الكلمات الرائعة، نحن نصل إلى ختام هذا الافتتاح. رئيس مجلس الوزراء على الحضور، بشكر السادة الوزراء وضيوف مصر الكرام، شكرا لحضراتكم. فيها الكثير من الأهداف والتحديات.